50 عاما على إنشاء جسر ظليل الذي يربط بين قضاء الخلدية بمحافظة المفرق وقضاء ظليل بمحافظة الزرقاء من دون إجراء أي صيانة أو توسعة له، ما جعله بؤرة ساخنة لحوادث سير تحصد العديد من الأرواح سنويا. أكثر من 50 عاما مضى على إنشاء هذا الجسر الذي يربط ما بين قضاء الخالدية بمحافظة المفرق وقضاء ظليل بمحافظة الزرقاء. ضيق الطريق وتآكل أطرافه وبنيته ساعد على جعله بؤرة ساخنة لحوادث السير. والله جسر ظليل الخالدية طبعا هذا صار له أكثر من 20 سنة وإحنا نعاني يعني منه. أول شيء المساحة الجسر ضيق من الأصل ضيق، بعدين في جوار يعني تاخذ يمين تاخذ شمال يصير حوادث. الجسر خربان، فنرجو انه يعني انه هذا يعطوه اهتمام شويه، يعني يسووا له توسعه يضبطوه، لان عدم ماخذ يعني حرام ناس تتضرر. عم يسوي السياره لما تطلع معه وانت ساحب تفكر الشارع كويس تخرب سيارته. حقيقه يعني كان سابقا يفي بالمطلوب، لكن الان مع كثافه السكان وكثافه الحركه السيارات والحركه بين الاردن والعراق وبين الاردن والسعوديه والشام، حقيقه يعني لا يفي بالمطلوب. ومن مطالباتنا الملحه نحن في مجلس المحافظه من يوم ما بلش مجلس المحافظه واحنا بنطالب في اعاده تاهيل هذا الجسر الذي يربط هذه المحافظات. وكان اخر لقاء مع وزير الاشغال معالي يحيى الكسبي يوم الخميس برفقه عدد من النواب، برفقه محافظ الزرقاء، برفقه رئيس مجلس المحافظه، انه وعدنا وعد رسمي بان يكون هذا العام هذا الجسر باعاده تاهيل هذا الجسر وربط ورفع سويه هذا الجسر حتى يربط المحافظتين بشكل متوازن وبشكل أوسع من ما هو عليه الآن. وزير الأشغال العامة والإسكان خلال جولته الأخيرة في منطقة طليل قال أن الجسر يشكل إرباكا وأنه بحاجة لصيانة عاجلة. هذا الجسر في منطقتين منه منتهيات بجزيرة وسطية طريق واسعة وممتازة في منطقة تشكل حقيقة عنق زجاجة للسير وكثير مزعجة منطقة الجسر. فطبعا أنهينا الدراسات وسعنا الجسر 11 متر زيادة عن الجسر الحالي، وطبعا المخصصات توفرت، قريبا جدا سيتم طرح العطاء للتنفيذ إن شاء الله، فهذا الموضوع منتهي. يشهد هذا الطريق حركة نشطة في منطقة صناعية وزراعية تأمها حركة عمالية كبيرة ومستمرة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ الإجراء الحكومي سريعا. حمد أبو علوان، رؤيا